طب رد فعلها كان ايه يا وحيد؟ عايزين نعرف رد الفعل بقى. مفيش ما حضرتكش جاكيت ووتر بروف من فوق. انت مصدقه وهي اصلا ساكنه في الثامن، فانا رحت اصلا كانت الدنيا مفيش كهرباء طبعا وما فوق خالص، وانا اصلا طالع، انا طالع بقى قلت ايه هطلع ازاي مفيش اسانسير، فرحت طالع على السلم وبعتت لها برضه، هي مش مصدقه بتموت من الفرحه عايزه تنزل، قلت لها خليك انا طالع. طب اخر سؤال يا وحيد معلش بسرعه بس هزار يعني ما تزعلش مني، خدت تخفيض في الشبكه ولا حاجه بعد الفقره دي؟ ده انت تعبت واجتهدت ولا هم برضو سفرة 8 كراسي؟ لا طبعا السفرة اساسي و 8 كراسي اساسي، بس الشبكة ممكن ما جاتش شبكة بقى خلاص الحمد لله. والله شكرا يا وحيد وحركة جميلة، وياريت كل الرجالة زيك كده يحاولوا يختاروا الاوقات الصعبة ويفرحوا حبايبهم، مش شرط ان تبقى حبيبتك. لا طبعا هننزل نساعد الناس اللي العربياتها او حبيبتك عمرو انا بتكلم. لا جميلة جميلة بصراحة كانت جميلة، واكتر حاجة عجبتني معلش يا رحمة قبل ما تخلصوا رياضة التزحلق على السيول عجبتني جدا. انت شفتها؟ شفت الفيديوهات دي؟ لا بص انا هرجع معلش يعني تاني برضه لوحيد. اتفضل وحيد انا معاه جدا في اللي عمله، يمكن هو لقى ان في ناس معاه وممكن في ناس ضده شويه، ان هو يقول لك مش وقته، ان دي مشاعر يا جماعه، كل واحد عمره على شعره مختلفه في حاجه ترجع له، كل حد حر، هو راجل ما عملش حاجه تضر الناس.